واحنا بنتكلم يوميا على التحديات اللي بتواجه الامن القومي المصري، وفي القلب منها طبعا اللي بيحصل على حدودك وعلى اشقائنا في قطاع غزه، وقبله المشهد العالمي وتداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه، وكل ده للاسف الشديد اثر علينا بدون ما نكون طرف فيه في وضعنا الاقتصادي. مع وضع اقتصادي صعب ومع التداعيات طبعا الحرب في غزه، ايه المتوقع وازاي ده هيسمع في الاقتصاد المصري، وازاي بالاساس التحديات الموجوده عندنا ازاي بنتعامل معاها، وهل في رؤيه مختلفه لطبيعه هذا التعامل في ظل يعني التوقع ان المساله ممكن تزداد صعوبه علينا داخليا في الاقتصاد. طبعا بتكلم ده اللي هنتكلم فيه مع دكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل والاستثمار. اهلا وسهلا بيك دكتور هشام. مساء النور يا فندم. دكتور هشام، يمكن احنا تقريبا بنتكلم في الاقتصاد يوميا والشارع المصري بيتكلم فيه، والآن او خايف او بيقول لك هو الحرب على غزه ده هياثر عليا وعلى اقتصادي. الكلام اللي بقينا بنسمعه عن اقتصاد الحرب ده معناه ايه؟ يعني قول لي ايه الرابط وازاي ده هينعكس عليا انا كمواطن او على الدوله؟ لا، هو بدايه مصر ليست طرف في هذه الحرب طبعا. بدايه، واقتصادها حاليا ما هوش اقتصاد حرب، لكن مؤكد في اثر سلبي مؤكد الدوله المصريه هتدفعه. والحقيقه الاثر يتعدى مصر، ينطلق ليه المنطقه بالكامل، واتصور انه العالم كله هيدفع ثمن كبير للغايه. خليني اشير لانه الولايات المتحده الامريكيه نفسها الحقيقه بتدفع ثمن كبير للغايه. ويمكن المواطن الامريكي غير مقتنع بكل هذا الانفاق السخي، سواء كان في ملف اوكرانيا او في ملف غزه. مؤكد ما يتعلق بالاقتصاد العالمي ككل هيتاثر، واحنا الحقيقه لدينا بعض الشواهد البسيطه، ارتفاع اسعار الطاقه صحيح، والمساله تتخطى مجرد امدادات الطاقه، لكن هتاثر بشكل اكثر عنفا في مسارات الطاقه اللي عدد كبير من الدول بتتحرك فيها. يعني يمكن بدايه من ازمه اوكرانيا الاتحاد الاوروبي بيسعى لايجاد مسارات بديله للطاقه، كان في مخططات معينه. مؤكد الاحداث في غزه بتعرقل هذا الامر، مش بس مسارات الطاقه لكن كمان ايضا مسارات حركه التجاره الدوليه. كان لدينا ايضا في مبادرات على المستوى الدولي فيما يتعلق بحركه التجاره الدوليه في بعض الاقتصادات الكبرى اللي هي لديها طموح، لديها مبادرات، ايضا هذه المبادرات هتتاثر. مؤكد انه الوضع الحالي في منطقه الشرق الاوسط اللي هي هو ملتهب الحقيقه على مدار سنوات بعيده، لكن مؤكد بيضاف الى الازمات المتراكمه ازمه جديده. مؤكد انه عدد من القطاعات الاقتصاديه هيتاثر بشكل مباشر، قطاع السياحه بالتاكيد من بين القطاعات الاكثر تاثرا، مش بس فيما يتعلق بمصر لكن في منطقه بالكامل. مؤكد حركه التجاره الداخله والخارجه من المنطقه بالكامل ايضا هتتاثر، لانه معامل المخاطر بيرتفع، وطالما ان معامل المخاطر بيرتفع يبقى كلفه تعامل اي اقتصاد مع العالم الخارجي بتتزايد. تكلفه بقى الشحن، تكاليف التامين على البضائع وما الى ذلك، كل ده هيتاثر. مؤكد في عبء هيضاف لمصر، لان احنا بنتكلم على غزه فيها 2.3 مليون مواطن. الضفه الغربيه فيها 2.5 مليون. احنا بنتكلم بدايه على قوه استهلاكيه. بنتكلم كمان على قوه انتاجيه. وبالتالي احنا بنتكلم على طاقات بشريه معطله، ومش بس انها معطله عن العمل والانتاج لكن كمان اصبحت عبء. ويمكن زي ما حضرتك كنت بتشيري قبيل اللقاء ليه انه المستشفيات المصريه بدات تستقبل عدد كبير منهم، وبالتالي احنا بيضاف للعبء الصحي داخل مصر عبء جديد. ومصر الحقيقه دوما على مدار التاريخ الحقيقه بتفتح زراعها لكافه الاشقاء، وعبء وقدر مصر دوما انها الحقيقه بتتحمل ازمات عدد كبير من دول المنطقه، بقى بدايه بقى من العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان. والحقيقه اضيف ليها هو على مدار يمكن اكتر من 75 سنه الحقيقه مصر بتتحمل عبء القضيه الفلسطينيه، لكن كمان بيضاف على هذا التاريخ الطويل عبء اضافي جديد. مؤكد انه قطاع السياحه هو الاكثر، حتى في مساله المساعدات الإنسانية اللي هي دورنا وواجبنا بكل تأكيد، وما فيش يعني كلام في الجزئية دي، لكن الجمعيات اللي هو تحالف وطن العمل الأهلي التنموي اللي كان شغله منصب في الوقت اللي فات على
رفع العبء عن المواطن. ده مش بس مؤسسات المجتمع المدني الاكثر فخرا للدوله المصريه وللشعب المصري، انه المواطن المصري البسيط اللي بيعاني بالظبط هو الحقيقه اللي بيبادر بيدي دلوقتي كمان بيدي صح. وده الحقيقه اللي بيظهر مدى قوه ومعدن الشعب المصري، انه الشعب المصري اللي هي اصبح اكثر قوه في مواجهه الازمات والصدمات اللي بتواجهه. احنا الحقيقه ما زلنا بنعاني من موجه ارتفاع الاسعار، ومع هذا الحقيقه الدخل مش مكافي، ولكن بتلاقي المواطن البسيط بيستقطع جزء من هذا الدخل علشان يقدم اي شيء ممكن هو يقدمه لاخواتنا في فلسطين. فهو ده مش بس قدر الدوله المصريه، لكن كمان الحقيقه قدر المواطن العربي شاء من شاء وابى من ابى، انه مصر هي اللي هي بتحتضن الدوله الامه العربيه على مدار تاريخها. اصل المشكله عندنا لما اتكلم على الملف الاقتصادي او التحدي الموجود عندنا هو العمله الصعبه وجذب استثمارات اجنبيه وتشجيع القطاع الخاص ووثيقه سياسه ملكيه الدوله، الكلام ده كله لاي مدى اللي احنا بنتكلم فيه ده هيتاثر او ممكن يكون هو حافز لشغل بخطوات جدية أكتر في هذا الاتجاه؟ خلينا نوضح، لأنه قطاع السياحة بداية هي كان من القطاعات الطيبة للغاية من حيث الأداء خلال العام الحالي، يمكن إيراداته تجاوزت 14 مليار دولار. احنا دايما محسودين في السياحة صحيح. كل ما نشم نفسنا في السياحة تحصل فالقطاع ده لما يتأثر هو من الموارد الأساسية للنقد الأجنبي بيزيد للتحديات اللي بتواجهنا في هذا الأمر. وده الحقيقة اللي بيزيد من الضغط على النقد الأجنبي وده بيأثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، لأنه زي ما حضرتك بتشيري وثيقة ملكية الدولة، برنامج الطروحات، الضغوط الموجودة على سعر الصرف من شأنها أنها تجعل اي مستثمر قد يعيد التفكير مره اخرى في قدومه على الحصول على فرصه استثماريه، او حتى انه ياخدها بديسكاونت ريت، يعني يقيم بتقييم اقل. وطبعا الحكومه المصريه لن تنجرف في هذا الامر، لانه مؤكد احنا الحقيقه عارفين ما لدينا من مؤسسات وشركات واصول، والحقيقه لدينا ايضا تقييم لها بشكل عقلاني، والحقيقه الدوله لا تطرح اصولها بهدف الحصول على ايراد من النقد الاجنبي، لكن بهدف توسيع قاعده الملكيه وزياده حجم النشاط الاقتصادي ورفع معدل النمو الاقتصادي. فمؤكد انه الازمه داخل غزه بتاثر علينا بشكل كبير للغايه، لانه احنا الحقيقه في اطار من التسابق على كافه الاصعده، احنا الحقيقه بنشوف دعم سخي من الولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل على المستوى العسكري والاستراتيجي والامني. أيوة. ومصر الحقيقه هتظل قوه مهمه فيما يتعلق بهذا الامر، ومؤكد انه مش بس مصر لكن دول المنطقه بالكامل في اطار مزيد من التسليح السخي المجاني لاسرائيل، مؤكد انه دول المنطقه لن تقف تتفرج على هذا الامر. فمؤكد نحن ايضا نسعى لمزيد من اكتساب قوه على قوتنا فيما يتعلق بالمؤسسه والبنيه العسكريه، لانه احنا الحقيقه لا يجب ان ننتظر ونشاهد عن بعد مزيد من التسليح بتاتي لاسرائيل والمنطقه العربيه، كافه دول المنطقه العربيه تصور انها هتتجه لمزيد من مش هقول التعبئه العسكريه لكن مزيد من تقويه الاستعداد، قوه الردع تبقى حاضره بالتاكيد. واحنا يمكن الحقيقه شفنا السيد الرئيس كان بيتابع مناورات الجيش الثالث، فاحنا الحقيقه دوله ليست قليله وليست ضعيفه، ولكن بالتاكيد كما اشار ايضا للسيد الرئيس دوله عاقله وتجيد تقييم الموقف وتجيد رسم سياسات جيده وبتتعامل بمنتهى الهدوء. طب هاخد من كلام حضرتك ونكمل عليه بعد الفاصل، ان اللي مصر بتعمله ده هو للحفاظ على امنها القومي وسيادتها ورفض لتصفيه القضيه الفلسطينيه ورفض لتهجير الفلسطينيين لسيناء، وده خلاص بقى مخطط واضح وصريح واللهجه المصريه قويه ورافضه لهذا الموضوع شكلا وموضوعا. طيب وده سؤال الدكتور ابراهيم بعد هشام ابراهيم بعد الفاصل، ده هينعكس ازاي على الاقتصاد؟ لان السياسه والاقتصاد هما وجهين لعمله واحده، وانت اصلا بيمارس عليك ضغوط او يعني، وده متوقع اكتر كمان خلال الفتره اللي جايه يعني يتم محاصرتك علشان هذا الهدف السياسي اللي هما بيتكلموا عنه يتم الرضوخ ليه. بعد الفاصل خليني اسمع راي دكتور هشام ابراهيم في الملف ده.
نقطة طرحتها على حضراتكم وعلى دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار قبل الفاصل، اللي بيحصل ورفض الدولة المصرية بشكل قاطع لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، إيه ده اللي هيتتبعه من سلاح الاقتصاد؟ الضغط عليك مع علامات استفهام كبيرة بخصوص مؤسسات التمويل الدولية، صندوق النقد الدولي طبعا على رأسهم، وكمان مؤسسات التصنيف اللي بتخفض تصنيفك. صحيح أنت في وضع اقتصادي وتحديات صعبة بتعاني منها، لكن كمان في التوقيت ده ازاي بيتم التركيز او التعامل معاك؟ لا، نؤكد في البدايه على انه القرار المصري دوما كان قرار مستقل لا يرقن لاي ضغوط لا من قريب ولا من بعيد. وعلى الرغم من شده التحديات وعلى الرغم مما تمتلكه القوى العظمى على المستوى الدولي من قرار سواء كان في صندوق النقد او في مؤسسات التصنيف، لكن هيظل القرار المصري قرار مستقل. تمام. والحقيقه منطلقات مصر في السياسه لا تتغير، وفكره ان احنا نقبل باي شيء لن يتم، وفكره انه في اطار بقى الصفقه الكبرى وصفقه القرن وانه مصر تتخلى عن جزء من اراضيها، المؤسسه العسكريه تدرك تماما ما تم دفعه من كلفه في اطار الجيش المصري الباسل وفي اطار المواطن المصري، فالحقيقه لن تستجيب ولن تضخ لاي ضغوط في هذا الاطار. لكن خلينا نشير انه من الامور الحامله للغايه انه الحقيقه مصر على مدار السنوات العشر الماضيه هي تنفق ارقام كبيره للغايه على اعاده تاهيل سيناء. واحنا الحقيقه سينا يمكن خلال الاعوام القليله الماضيه الحقيقه ما بقتش تشكل بالنسبه للامن القومي المصري مشكله، والحقيقه كان الامن مستقر بشكل كبير للغايه. وحجم الانفاق على البنيه الاساسيه في سينا وعلى اعاده تاهيلها كان كبير للغايه، احنا انفقنا 610 مليار، ويمكن السيد رئيس مجلس الوزراء كان اشار مؤخرا في زيارته انه بنتكلم على 400 مليار، يعني ما يتجاوز 1 تريليون جنيه تم انفاقها في سينا علشان تساهم بشكل كبير للغايه. تمام. في عمليه التنميه الاقتصاديه. فمصر لن تتراجع قيد الننا عن مستهدفاتها. مؤكد هيمارس علينا مزيد من الضغوط، لكن الرساله اللي دوما الدوله المصريه بتوجهها سواء كان على مباشره كده صندوق النقد، مؤسسه التمويل، التصنيف، الكلام ده، هل ده كله بيبقى اعتبارات اقتصاديه ولا بيكون في سلاح او ضغط سياسي؟ ما هو مؤكد اقتصاد زي الاقتصاد الاسرائيلي بعد اسبوع من دخوله لهذه الحرب، وهي تخوض حرب بشكل واضح ومباشر امام الجميع، ولما مودس تصدر تقرير بارجاء المراجعه للاقتصاد الاسرائيلي وعدم اللجوء لتخفيض او مراجعه النظره المستقبليه للاقتصاد الاسرائيلي، ده الحقيقه كان علامه استفهام كبير للغايه. ازاي دوله تخوض حرب بشكل مباشر ويظل الرؤيه المستقبليه لها على انها مستقره، وازاي لا يتم تخفيض التصنيف الائتماني لها؟ فمؤكد مؤسسات التصنيف قد يكون في بعض النواحي او بعض الامور او حتى بعض الاوقات تكون قراراتها او تقييماتها مغلفه بالموضوعيه، لكن في امور وفي اوضاع اخرى بالتاكيد يكون فيها قدر عالي من التحيز. نفس الامر فيما يتعلق، طب احنا بنقوم بقى في الداخل بالواجب اللي علينا ما دام في اعتبارات ومؤامات وضوء، بس على الاقل بتعمل شغلك انت في الداخل. هنا اتكلم على الاستثمار المحلي او حتى الاستثمار الاجنبي اللي انت عايز تستقطبه، والنهارده بيتم الاعلان عن منصه الكترونيه اللي طبعا يكون في تسهيلات للحصول على الرخصه الذهبيه. شايف ده ازاي مهم في الوقت الحالي يا دكتور؟ بداية الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، ودي استراتيجية واضحة والحقيقة بتدعم خلال السنوات الأخيرة. مصر بتلجأ لتنويع مصادرها ما يتعلق بإمداداتنا، ما يتعلق بمصادر تمويلنا، واحنا يمكن الحقيقة مؤخرا شفنا طرح للسندات في الصين، في دول جنوب شرق آسيا وما إلى ذلك. وبالتالي أيضا في إطار الاتفاقات اللي تم توقيعها مع عدد كبير من الدول في إطار التعامل بالعملات الثنائية وتنحية الدولار جانبا، فالحقيقة مصر أيضا بتجيد التعامل مع التحديات والأزمات اللي بتواجهها. وأتصور أنه مش بس مصر، كان العديد من الدول بالتأكيد روسيا، الصين، عدد كبير من دول العالم الحقيقة أصبحت بتسعى لإيجاد مسارات بديلة عن الهيمنة الأمريكية. ما يتعلق بجذب الاستثمار أيضا الحقيقة مصر بتتحرك في هذا الملف بشكل قوي. مؤكد أنه المنطقة والحجم الأثر السلبي اللي ناتج من هذه الأزمة مؤكد أنه هيأثر، لكن خلينا نطمئن المواطنين المصريين. مصر دولة كبيرة وقوية، ومش هتكلم بس على أشقائنا العرب اللي هي واقفين مع مصر، لكن كمان هتكلم على أهمية مصر لمختلف دول العالم بما فيها أمريكا المنحازة انحياز صارخ لإسرائيل، بتاخذ كل مصدر من مصر
من رسائل بتصل سواء كان من على مستوى الرئاسة، على مستوى الحكومة، على مستوى وزارة الخارجية، الحقيقة بتاخذه بمحمل الجد. وبالتالي الحقيقة مصر عشان هي دولة كبيرة والمجتمع الدولي يدرك أهميتها على أبسط تقدير، ومصر هي الحقيقة مش هقول رمانة الميزان لكن هي اللي عندها مفاتيح حل الأزمات بما فيها بالتأكيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. ومؤكد أنه دور مصر هيتعاظم على المستوى السياسي والاستراتيجي والأمني والعسكري خلال الفترات القادمة. وأتصور أنه أيضا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي مصر هتجتاز هذه التحديات وتعديها إن شاء الله. وقت كورونا والأزمة الروسية والنهاردة الوضع في غزة، هنا بيبرز أهمية أنك تأمن احتياجاتك وتأمن غذائك، الأمن الغذائي وليه الأولوية، واللي عرفنا قيمته مع الأزمات دي كلها. يمكن من يومين كنا بنتابع اجتماع مهم للرئيس في مسألة الأمن الغذائي والتوسع في استصلاح الأراضي، الحفاظ على الأراضي الزراعية الموجودة بالفعل دلوقتي وعدم المخالفة أو عدم البناء عليها. احنا ماشيين ازاي في الملف ده دكتور هشام؟ طيب الاستراتيجيه المصريه فيما يتعلق برفع نسب الاكتفاء الذاتي منطلقه من فكره انه امن الغذاء للمواطن جزء من الامن القومي ككل. طب والحقيقه هذه الاستراتيجيه بدات حتى قبيل جائحه كورونا، واحنا الحقيقه كان لدينا عدد من المشروعات القوميه اللي كلها الحقيقه بتسير في اتجاه رفع نسب الاكتفاء الذاتي. مشروع الدلتا جديد، 3.5 مليون فدان، بنتكلم على 100,000 صوبة زراعية، بنتكلم على مشروع تطوير الري، أساليب الري الترع، كل ده الحقيقة بيصب في هذا الاتجاه. زيادة الطاقات الكهربائية لأنها عنصر أساسي في قطاع ومجال الزراعة، مشروعات الاستزراع السمكي، كل ده كان هدفه رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، مش بس فيما يتعلق باحتياجات المواطن، لكن كمان الحقيقه الامر اللي كان ضاغط علينا على مدار سنوات طويله هو رفع نسب الاكتفاء الذاتي في احتياجات قطاع الصناعه. وده الحقيقه كان من الامور الهامه للغايه، لان الحقيقه قدر التحميل على من قطاع الصناعه على موارد النقد الاجنبي الحقيقه كان كبير خلال عقود طويله الحقيقه الماضيه. فاحنا الحقيقه لدينا مستهدفات فيما يتعلق بزياده القدرات او القاعده الانتاجيه، رفع نسب الاكتفاء الذاتي او على الاقل توفير احتياجات المصانع من المستلزمات الانتاج والقطع الغيار وما الى ذلك. بالتاكيد ده كمان الحكومه المصريه بتتحرك عليه بشكل كبير في عدد من المحاور. طب انا بتحرك على ده ولما ارجع للاراضي، ودي مسؤوليه المواطن كمان يبقى عارف ان هو يا اما هيعمل ازمه يا اما هيساهم في حل المساله وتوفير اراضي وزراعه وانتاج محلي وممكن اصدر. مخالفات البناء على الاراضي الزراعيه، طب خليك دي فاتورتها قد ايه؟ على بنيه تحتيه، على اعاده استصلاح، على اراضي جديده بس استصلاحها؟ ممكن نختم بده بعد اذنك. تكلفه كبيره، لكن خلينا نشيل عدد من الامور اللي اتحركت فيها الدوله المصريه خلال السنوات الاخيره علشان تتعامل مع هذا الملف، بدايه من التعامل الامني، تغليظ العقوبات، لكن كمان الاكثر اهميه رفع اسعار التوريد جعل الاراضي الزراعيه اكثر عائد. بنتكلم على مزيد من توفير الاراضي بما فيه طبعا ال 3.5 مليون فدان، مزيد من الاستصلاح، ده احد المسارات اللي اتحركت عليها الدوله المصريه. بنتكلم على الحقيقه مسارات اخرى الدوله اتحركت فيها علشان تحديد عدد من المحاصيل الزراعيه علشان يكون العائد عليها كبير. المشروعات المتعلقه بتوفير الاسمده ودعم المزارع. الحقيقه كل دي امور مش بس انها في اطار التغليظ والعقوبه، لكن كمان علشان تخلي المواطن اللي بيمتلك ارض زراعيه او بيشتغل في ارض زراعيه يعيد التفكير مره اخرى انه يجرفها. فالحقيقه الاراضي الزراعيه اصبحت الحقيقه العائد منها مجزي، قيمتها السوقيه بتتزايد، مزيد من توفير اراضي البناء للاسكان، ده كمان حل الازمه اللي كانت موجوده. وبالتالي اتصور انه الميل او الاتجاه من جانب المواطنين ل تبويض الاراضي الزراعيه اتصور انه انخفض بشده خلال الفترات الاخيره بحكم المسارات اللي اتحركت فيها الدوله المصريه. دكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادي استاذ التمويل والاستثمار، شرفتنا ونورتنا يا دكتور هشام. بشكر حضرتك. تحياتي. بشكرك.